السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري وان، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع آخر حلقة في منهج الألجبرا. هنتكلم بقى على الكوادراتيك انيكواليتيز ان وان فاريبل. حلقة النهاردة معتمدة اعتماد كامل على اللي احنا درسناه الحلقة اللي فاتت، يعني لو انت ما ذاكرتش الحلقة اللي فاتت كويس قوي معلش ارجع ذاكر الحلقة اللي فاتت، وقف الفيديو وبعدين تعالى لي اسمع لي الحلقة دي دلوقتي. ما كانش معانا قبل كده هتلاقيني سايب لك ان شاء الله في ديسكريبشن الحلقه لينك كل الحلقات اللي فاتت. يلا نشتغل مع بعض. كوادراتيك انيكواليتيز يعني ايه؟ كوادراتيك انيكواليتي، احنا خدنا الانيكواليتي قبل كده اللي هي الانيكواليتي العاديه خالص، اللي هي مثلا زي ما كان بيقول مثلا، يعني ناخد حاجه بسيطه كده افكرك بيها الاول، يقول لك اكس ماينس 1 مثلا اكبر من 0، دي انيكواليتي. كنا بنطلع ال 1 بره يبقى الاكس اكبر من 1، يبقى انت عندك الاكس بيلونجز تو من اول 1 لحد انفينيتي. طب هي لو باورتو بقى، ده موضوعنا النهارده اللي هو اكس سكوير مثلا زي اللي قدامك كده. عايز فايند ان ار السوليوشن سيت للكوادراتيك انيكواليتي اللي قدامك اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6. طيب اكبر من الزيرو، خلي بالك اللي ذاكر كويس الحلقه اللي فاتت او الفيديو اللي فات الدرس ده كلمتين اتنين وخلص خلاص. ايه القصه يا سيدي؟ بص يا باشمهندس، انت في البدايه طبعا بنجيب الديسكريمنت وبنحط ده بزيرو طبعا، الاي ب 1 البي بنيجاتيف 5 السي ب 6، يبقى نيجاتيف 5 باور 2 ماينس 4 في 1 في 6 هتطلع في الاخر ب 1. ال 1 ده اكبر من الزيرو، يبقى انا عندي 2 ديفرنت ريل روتس. اعمل بقى فاكتورايزيشن، حطها بزيرو زي ما اتفقنا، نفس اللي قلناه بالنص الحلقه اللي فاتت، هيبقى اكس ماينس 2 اكس ماينس 3، يبقى الاكس مره ب 2 والاكس مره ب 3. ارسم نمبر لاين. الله، امال ايه الجديد؟ هقول لك دلوقتي. ال 2 اوبند وال 3 اوبند. طبعا لايك لايك ان لايك. الكوفيشنت اوف اكس سكوير بوزيتيف، يبقى دي بوزيتيف ودي بوزيتيف ودي نيجاتيف، ودول الزيرو زي ما اتفقنا. الله، امال ايه الجديد؟ اللي احنا كنا بنقوله هناك ثلاث حاجات. الاف اوف اكس ايكوال زيرو فين؟ اكبر من زيرو فين؟ اقل من زيرو فين؟ النهارده لا، انا عايز الاكبر من زيرو بس. بس مين المنطقه اللي اكبر من الزيرو؟ المنطقه دي والمنطقه دي. يبقى انت عندك السوليوشن ست هتقول لي كده من نيجاتيف انفينيتي ل 2 اوبند طبعا يونيون من 3 انفينيتي او ار اكسبت الكلوزد 2 3. بس كده خلاص خلصت، ادي لايك لايك اللايك، خلصت المساله. يبقى ار اكسبت كلوزد 2 3، خلصت المساله. ايه ده بس كده؟ ايوه يا سيدي بس كده. يلا مساله ثانيه. هنا اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6 اقل من الزيرو بقى المره دي. طب ما دي لسه عاملينها، احنا كنا عاملين الاكبر من الزيرو. برضه بتحسب الديسكريمنت زي ما اتفقنا، لسه عاملينه. ارسم النمبر لاين، الاكس ب 2 والاكس ب 3، قلنا لايك لايك ان لايك. لو انا عايز اللي اقل من الزيرو يبقى تاخد المنطقه اللي في النص دي، يبقى اوبن دي 2 اوبن دي 3. بس كده خلاص، انت كده خلصت سؤالك. يبقى انا هنا بتكلم على السوليوشن سيت، طريقه سهله خالص انا بديها لك من على النمبر لاين. من على النمبر لاين تخلص كل حاجه. انا عايز اللي اقل من الزيرو يبقى من 2 ل 3، خلصت خلاص. طيب ناخد فكره كمان. لو قلنا x بلس 5 باي x ماينس 1 جريتر ذان اور ايكوال x بلس 5، هنا بقى تظبط الدنيا. اوعى تطير ده مع ده، اوعى. انت تضرب الاكس في الاكس باكس سكوير، وبعدين 5 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 5 مينز واكستريمز. هنا 5x ماينس x يبقى 4x جريتر ذان اور ايكوال x بلس 5. هات الاكس دي هنا يبقى دي 3x، هات ال 5 هنا يبقى دي نيجاتيف 10. بس وقف كده، خد دي حطها بزيرو واحسب الديسكريمنت، الاي ب 1 البي ب 3 السي ب نيجاتيف 10. يبقى انت هتقول لي 3 باور 2 ماينس 4 في 1 في نيجاتيف 10، احسب يطلع 49 اكبر من الزيرو، يبقى 2 ديفرنت ريل روتس. يبقى حضرتك تعمل فاكتورايزيشن اكس بلس 5 اكس ماينس 2 او تجيبها على طول على الكالكليتر، تطلع الاكس ب نيجاتيف 5 والاكس ب 2. ارسم نمبر لاين، هنا نيجاتيف 5 اوبند هنا 2 اوبند، لايك لايك ان لايك. طب الاكس سكوير فين السمبليفاي؟ اهو بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. انا عايز المنطقه اللي هي مين؟ اكبر من الزيرو وايكوال الزيرو. خلي بالك هنا بقى، دي التركه اللي في درس النهارده، يعني اللي كنا بناخده الحلقه اللي فاتت اكبر من الزيرو اقل من الزيرو، لا هنا جريتر ذان اور ايكوال زيرو. يبقى تركز معايا، يبقى انا هاخد المنطقه دي والزيرو ده كمان معاك، يعني انا هاخد النيجاتيف 5 و2. فانت هتقول لي كده بقى، يا اما من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5 كلوزد يونيون تو كلوزد الانفينيتي اوبند، ده حل، او ار اكسبت الاوبند نيجاتيف 5 و2. ليه قلنا ار اكسبت الاوبند؟ لان الكلوزد هو اللي معاك، عشان في ايكوال هنا، انا هاخد الزيرو معايا،
يبقى من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5 كلوزد يونيون من 2 كلوزد للانفينيتي اوبند او ار اكسبت زي ما اتفقنا الاوبند نيجاتيف 5 و2. خلي بالك من التركه دي عشان الحاجات دي مهمه قوي. طب لو قلت لك اكس بلس 5 في اكس ماينس 1 المره دي ليه الزن ايكوال اكس بلس 5؟ هقولها تاني عشان اللي ما كانش مصحصح معايا. الاكس في الاكس باكس سكوير، 5 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 5. المينز 5 اكس الاكستريمز نيجاتيف اكس يبقى 4 اكس. الكلام ده جريتر ذان اور ايكوال اكس بلس 1. هات الاكس جنب دي تبقى 3 اكس، نيجاتيف 5 ونيجاتيف 5 نيجاتيف 10 جريتر ذان اور ايكوال 0، دي اللي انا هشتغل عليه. الديسكريمنانت هنقول الاي ب 1 البي ب 3 سي ب نيجاتيف 10، حسبنا الديسكريمنانت طلع بكام؟ ب 49، اكبر من 0 يبقى تو ديفرنت ريل روتس. هيبقى عندك الفاكتورايزيشن اكس بلس 5 اكس ماينس 2. يبقى الاكس مره بنيجاتيف 5 ومره الاكس ب 2. ارسم نمبر لاين، ادي نيجاتيف 5 و 2. لايك لايك اللايك. الاكس سكوير بوزيتيف يبقى بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف هنا. طبعا ده الزيرو بتاعك. حلو قوي. انا عايز اللي اكبر من الزيرو والزيرو. اللي اكبر من الزيرو والزيرو. لا انا اسف يا جماعه، لا ده دي للزان اور ايكوال زيرو. لا ده دي للزان اور ايكوال. لا دي للزان اور ايكوال يا جماعه. دي للزان اور ايكوال زيرو. يبقى انا عايز اللي اقل من الزيرو والزيرو. طب مين اللي اقل من الزيرو المنطقه دي والزيرو اهو؟ يبقى السوليوشن ست كلوزد نيجاتيف 5 وتقول لي كلوزد 2 بس كده خلاص، لان هي ليه زان اور ايكوال 0. فلما دخلت دي جوه بقت دي 0، يبقى ليه زان اور ايكوال 0 هنا وليه زان اور ايكوال 0 عفوا هنا يا جماعه. يبقى انت تاخد المنطقه النيجاتيف والزيرو معاك. مين النيجاتيف؟ المنطقه اللي في القلب دي، وخد دول معاك بدل ما هم اوبند اعملهم كلوزد. يبقى هو ده السوليوشن ست. طيب هنا برضو عايز سوليوشن ست انيكواليتي دي. اول حاجه خد ده حطه بزيرو، يبقى الاي ب 1 البي ب نيجاتيف 3 سي ب 5 وات بي سكوير ماينس 4 اي سي. يبقى نيجاتيف 3 سكوير ماينس 4 في 1 في 5. الله، هتطلع بكام بقى؟ تطلع بنيجاتيف 11 اقل من الزيرو. احنا قلنا يا جماعه الحلقه اللي فاتت لو الديسكريمنانت ايكوال زيرو او اقل من الزيرو يبقى النمبر لاين كله برافو عليك از الكوفيشنت اوف اكس سكوير زي الاكس سكوير. فده اقل من الزيرو مفيش روتس بقى، يبقى دول كومبلكس اند نون ريل على طول كده، يبقى ما عندناش روتس اصلا. ارسم بقى نمبر لاين كله زي الكوفيشنت اوف اكس سكوير. انا عايز اللي اقل من الزيرو. طبعا خلي بالك الاكس سكوير بوزيتيف فكله بوزيتيف. انا عايز اللي اقل من الزيرو، مفيش حاجه اقل من ده، كلهم اكبر من الزيرو. يبقى السوليوشن ست اولي فاي. خلي بالك بقى، خلي بالك اللي اقرا كويس، اللي اقل من الزيرو مفيش حاجه اقل من الزيرو هنا، تبقى فاي. افكار ثانيه، اللي فاهم علامه الانيكواليتي ساين دي اللي هيريح دماغك. جريتر ذان جريتر ذان اور ايكوال ليس ذان ليس ذان اور ايكوال من على النمبر لاين زي دي برضو. ادي اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 4 اكبر من الزيرو، الاي ب 1 البي ب 2 سي ب 4 هات بي سكوير ماينس 4 اي سي. يبقى 2 سكوير ماينس 4 في 1 في 4. الله، هتطلع بنيجاتيف 12 اقل من الزيرو، مفيش روتس، يبقى هاز نو ريل روتس. ارسم بقى نمبر لاين كله زي الاكس سكوير بوزيتيف. حلو، انت عايز اللي اكبر من الزيرو، ما كله اكبر من الزيرو، يبقى السوليوشن ست يبقى ار. خلي بالك ترجم الكلام اللي مكتوب، انت عايز اللي اكبر من الزيرو، كل اللي اكبر من الزيرو، ما النمبر لاين كله اكبر من الزيرو، يبقى السوليوشن ست يبقى ار. اللي بعده هنا 4x ماينس x سكوير ماينس 4. ال a بنيجاتيف 1، ال b ب 4، ال c بنيجاتيف 4، ظبط الدنيا الاول. وبعدين تبقى تظبط الانيكواليتي، اهم حاجه الديسكريمنانت. ادي b سكوير ماينس 4 ac، يبقى 4 باور 2 ماينس 4 في نيجاتيف 1 في نيجاتيف 4. حسبنا دي تطلع بكام بقى؟ ب 0. قلنا لما تطلع ب 0 يبقى النمبر لاين كله زي الاكس سكوير، يبقى النمبر لاين كله يبقى زي الاكس سكوير يعني نيجاتيف. طب ما تظبط ده عشان نحلها. يبقى انت تقول لي كده الاول، طبعا دي 2 ايكوال روتس، وتقول لي كده اكس باور 2 طلعها بالبوزيتيف ماينس 4 اكس بلس 4 حطها ب 0. اعمل فاكتورايزيشن، يبقى اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 تبقى الاكس ب 2. ارسم نمبر لاين، ال 2 اوبن، كل النمبر لاين زي الاكس سكوير. ده الزيرو بتاعك اهو، الاكس سكوير نيجاتيف، خلصت خلاص. يبقى ده نيجاتيف كمان، يبقى السوليوشن ست انا عايز اللي اقل من الزيرو. طبعا اللي اقل من الزيرو كل النمبر لاين الا 2، يبقى ار اكسبت 2. انا عايز اللي اقل من الزيرو، النمبر لاين كله اقل من الزيرو، بس ال2 مش اقل من ده، ال2 دي ايكوال زيرو. عارف هنا لو ليس ذان اور ايكوالز كنت قلت ار، كنت قلت ار،
لو اكبر من الزيرو هقول فاي لان كلها بوزيتيف، انا عايز اللي اقل من الزيرو يبقى تاخد كل ريل نمبر اكسبت 2 زي ما اتفقنا. طب دي اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 9 ليس ذان اور ايكوال زيرو، خلاص بقى الاب 1 البي بنيجاتيف 6 السي ب 9 ده سهل جدا. وهات الديسكريمينانت نيجاتيف 6 باور 2 ماينس 4 في 1 في 9 تطلع بزيرو يبقى 2 ايكوال روتس. حط دي بزيرو اعمل فاكتورايزيشن تبقى اكس ماينس 3 اكس ماينس 3 يبقى الاكس ب 3، ارسم نمبر لاين ادي 3 كل النمبر لاين زي الكوفيشنت اوف اكس سكوير يعني كله بوزيتيف، وطبعا ده الزيرو بتاعك. مين بقى السولوشنز؟ انا عايز كل اللي اقل من الزيرو او ايكوال زيرو، مفيش حاجه اقل من الزيرو. طب مين اللي ايكوال زيرو؟ ال 3 يبقى السولوشن ست يبقى 3. انا عايز اللي ليس ذان اور ايكوالز زيرو، ما عنديش حاجه ليس ذان زيرو، انا عندي زيرو بس. الزيرو بس عندك اللي هو ال 3 بس، هو ده الزيرو فانكشن بتاعي اهو، يبقى انا اقول ست 3. يا رب تكون وضحت. طيب لسه في افكار كتير، درس في منتهى الجمال يا جماعه، هو كانك بتراجع اللي احنا اخدناه قبل كده، كانك بتراجع على اللي انت درسته قبل كده. ندخل بقى دلوقتي على الام سي كيو كويستشنز، ركزوا بقى كلكم لو سمحتوا معايا، نجيب بقى الورقه والقلم ونقعد نشتغل مع بعض. الانيكواليتي اللي قدامك دي هو عايز يعرف هي للزن زيرو فين؟ طبعا الاكس ب 2 والاكس ب 5، مش محتاج احسب ديسكريمنت، هو اصلا عامل لي فاكتورايزيشن. ارسم النمبر لاين، هتحط لي ال 2 هنا وال 5 هنا اوبند. طبعا اكس في اكس باكس سكوير يبقى لايك هنا لايك هنا لانها بوزيتيف ان لايك. انا عايز اللي اقل من الزيرو يبقى المنطقه دي يبقى من 2 اوبند ل 5 اوبند، يبقى انا هختار نمبر بي. نمبر 2 هنا بيقول لك السوليوشن ست لدي، هنحسب بقى الديسكريمينانت. احسب لي يلا طبعا الاي هنا ب 1 البي عندك ب 3 السي عندك بنيجاتيف 4 هاف بي سكوير ماينس 4 اي سي. البي عندك ب 3 باور 2 ماينس 4 في 1 في نيجاتيف 4. احسب كده، لما تيجي تحسب تبقى هتبقى دي 16 و 9 25 اكبر من الزيرو خلاص. يبقى انت عندك اكس سكوير بلس 3 اكس ماينس 4 ده يبقى بزيرو. اعمل فاكتورايزيشن بقى لان انا عندي هنا في 2 ديفرنت ريل روتس، مره اكس بلس 4 مره اكس ماينس 1، هيبقى الاكس مره بنيجاتيف 4 والاكس مره ب 1. ارسم بقى نمبر لاين، ادي النيجاتيف 4 يا سيدي اوبند وادي ال 1 كمان اوبند. لايك لايك ان لايك، الكوفيشنت اوف اكس سكوير هنا بوزيتيف يبقى انت هتقول لي هنا لايك وهنا كمان لايك وهنا كمان ان لايك. انا عايز الاكبر من الزيرو، مين الاكبر من الزيرو؟ المنطقه دي والمنطقه دي، وعايز كمان دول معايا، يبقى تقول لي ار اكسبت مين بقى؟ جدع، ار اكسبت الاوبند نيجاتيف 4 و1 لان الكلوزد معايا يا جماعه، فبقول ار اكسبت الاوبند نيجاتيف 4 و1. السؤال اللي بعد كده، هنا السولوشن ست للانيكواليتي دي، الاول هنجيب الاي ب 1 والبي سكوير ماينس 4 اي سي. الاي ب 1 البي عندك بنيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 4 باور 2 ماينس 4 الاي ب 1 والسي ب 7، طبعا دي هتبقى 16 ماينس 28 صح كده؟ هتطلع بكام عندك؟ بنيجاتيف 12. طيب النيجاتيف 12 دي اقل من الزيرو يبقى هاز نو ريل روتس، يبقى النمبر لاين كله زي الاكس سكوير، الاكس سكوير كله بوزيتيف اهو. مين اللي اقل من الزيرو هنا بقى؟ هتقول لي مفيش حاجه اقل من الزيرو، يبقى السولوشن ست هتبقى فاي. اللي بعده هنا برضو عايز السولوشن ست، على طول تجيب بي سكوير ماينس 4 اي سي، ايدك ورجلك. البي عندك بي 2 باور 2 ماينس 4 الاي ب 1 والسي ب 5 هتبقى دي 4 ماينس 20 يعني نيجاتيف 16 اقل من الزيرو. ارسم نمبر لاين يبقى كله زي الاكس سكوير اهو اهو، بس انت عايز الاكبر من الزيرو، مين الاكبر من الزيرو هنا؟ هتقول لي ار لان النمبر لاين كله اكبر من الزيرو، يبقى انت هتختار نمبر سي. هنا برضو اكس ماينس 1 اول باور 2 ده بيرفكت يا جماعه، يعني اكس ماينس 1 بزيرو يعني الاكس ب 1، اي حاجه باور 2 ده بيرفكت، يبقى النمبر لاين كله زي الاكس سكوير. طبعا الاكس سكوير بوزيتيف هيبقى النمبر لاين كله بوزيتيف. انا عايز اللي ليه زان زيرو، مفيش حاجه ليه زان زيرو، بس انا عايز الزيرو معايا يبقى 1، يبقى تقول لي سيت 1، يبقى اللي اقل من الزيرو ما عنديش، انا عندي وعايز اللي ليه زان اور ايكوالز زيرو، فانا هاخد الزيرو ده يبقى سيت 1 بس. نمبر 8 نيجاتيف اكس اضربها بس كده جوه، طبعا هي ما تضربهاش ولا حاجه، يعني النيجاتيف اكس يبقى مره اكس بزيرو ومره الاكس بنيجاتيف 2.
ارسم نمبر لاين، ادي تو ديفرنت ريل روتس اهم، يبقى في نيجاتيف 2 هنا وفي 0 هنا. اعرف الساين منين؟ اضرب نيجاتيف اكس في اكس يبقى نيجاتيف اكس سكوير، يبقى لايك لايك ان لايك لانها طالعه نيجاتيف اكس سكوير. انا عايز الاكبر من 0 والزيرو كمان، يبقى نيجاتيف 2 0 ادي الاكبر من 0، وعايز الزيرو كمان معايا يبقى تخليها كلوزد، يبقى نيجاتيف 2 0 كلوزد، يبقى انا هختار نمبر بي. طيب عايز السوليوشن سيت لدي، هات لي بس 3 اكس جوه، يبقى اكس سكوير ماينس 3 اكس اقل من 0، خد الاكس كومن يبقى اكس ماينس 3، يبقى الاكس مره ب 0 والاكس مره ب 3. ارسم نمبر لاين، ادي 0 اوبن وادي 3 اوبن. طبعا الاكس سكوير بوزيتيف يبقى لايك، وهنا لايك وهنا ان لايك. طبعا انا عايز اللي اقل من 0 يبقى المنطقه دي، يبقى من 0 اوبن ل 3 اوبن، يبقى انا هختار نمبر كام؟ هختار نمبر سي. السوليوشن ست لدي اكس سكوير بلس 49 احسب لي بي سكوير ماينس 4 اي سي. البي عندك بزيرو، الفور الاي ب 1 والسي ب 49. طبعا لما تحسب دي هتطلع اقل من الزيرو. خلاص ارسم نمبر لاين، كل النمبر لاين زي الاكس سكوير لان هنا هاز نو ريل روتس. انا عايز اللي اقل من الزيرو، مفيش حاجه اقل من الزيرو، النمبر لاين كله بوزيتيف، يبقى السوليوشن ست طبعا هتبقى فاي. نمبر 13 السوليوشن ست لدي، خلاص بقى ما دي اكس سكوير بلس 1 هتحسب بي سكوير ماينس 4 اي سي، برضه هيطلع اقل من الزيرو اهو، ادي بي سكوير اهو ماينس 4 اي سي. الاي طبعا البي ب 0، الاي عندك ب 1 والسي ب 1، هيطلع بنيجاتيف 4 اقل من الزيرو، يعني النمبر لاين كله زي الاكس سكوير. طبعا الاكس سكوير قدامها بوزيتيف، انا عايز كل اللي ليه زين اور ايكوال 0. هتقول لي ليه زين اور ايكوال 0؟ ما مفيش حاجه ليه زين اصلا 0 هنا، ولا في حاجه ايكوال 0، يبقى برضه تفضل زي ما هي السوليوشن ست هتبقى فاي. هنا السوليوشن ست الاكس سكوير بلس 9، اجيب برضه بي سكوير ماينس 4 اي سي، البي ب 0، الاي ب 1، السي ب 9، هتطلع بالنيجاتيف 36 اقل من 0، يبقى النمبر لاين كله زي الاكس سكوير يعني كله بوزيتيف. الله، انا عايز اللي اكبر من، طب ما كله اكبر من 0، يبقى السوليوشن ست طبعا هتبقى ار. هنا عايز السوليوشن ست بس في الار بوزيتيف، خلي بالك هتجيب ال 9 جوه، يعني اكس سكوير ماينس 9 ب 0 هتبقى الاكس ماينس 3 مره واكس بلس 3، او طلع ال 9 بره بالبوزيتيف وخد الروت، هتطلع الاكس مره ب 3 وتطلع الاكس مره بنيجاتيف 3. ارسم بقى نمبر لاين، خلي بالك ار بوزيتيف يعني من 0 لحد انفينيتي، طبعا الزيرو كمان اوبن اهو. يلا انت طالع معاك نيجاتيف 3، ادي الزيرو بتاعك لايك ان لايك. طب ما الكوفيشنت اوف اكس سكوير بوزيتيف، يبقى هنا في بوزيتيف؟ لا يا ريس، خلي بالك خد رقم عشان تتاكد بقى، المفروض دي نيجاتيف، انا فاهم كده لكن عايزك انت ما تتلخبطش. خد رقم بعد النيجاتيف 3 وعوض هنا، هيطلع بوزيتيف. خد رقم قبل النيجاتيف 3 او 1، يعني كده يعني هي كده محطوطه غلط اصلا، يعني المفروض الاكس ب 3، لا ب 3 بوزيتيف 3 بقى، لان النيجاتيف 3 هنا ريفيوزد، صح كده ولا لا؟ ليه ريفيوزد؟ لان انا شغال في ار بوزيتيف، يبقى دي 3. خد رقم بين الزيرو ب 3 وليكن 1 مثلا، هتحطه هنا 1 ماينس 9 يطلع بنيجاتيف، يبقى انت كده مظبوط. لان المفروض في الناحيه دي نيجاتيف 3 هنا، تبقى لايك لايك ان لايك. طيب هو عايز بقى هنا ايه؟ اللي اقل من الزيرو، ما انت هتجيب ال 9 هنا، يعني اكس سكوير المفروض دي اصلا اكس سكوير ماينس 9 ليس ذان اور ايكوال 0. مين بقى اللي ليس ذان اور ايكوال 0؟ ادي اللي ليس ذان 0 وادي اللي ايكوال 0 معاك. يبقى انت هتقول لي هنا بقى ايه؟ طبعا ده الزيرو الوحيد اللي عندك، دي الانترفال، يبقى من 0 لحد 3 كلوزد، انك هتاخد دي معاك عشان هو عايز ليزان اور ايكوالز، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. هنا برضو عايز السوليوشن ست لدي، طيب اكس باور 2 ماينس 16 تبقى اكبر من 0، هتبقى اكس سكوير ايكوال 16، يعني الاكس 4 او نيجاتيف 4. هتعمل نمبر لاين هنا، طبعا اولك نيجاتيف 4 وكلوزد طبعا عشان هي معاك، و4 هنا برضو كلوزد. طبعا انا عايز بعرف الساين هنا ايه، ما احنا ما جبناش الديسكريمينانت، خلي بالك المفروض الديسكريمينانت هنا هيبقى اقل من 0. تعال شوف كده، عوض كده باي ارقام، اختار كده اي رقم وليكن مثلا ب 0 مثلا، لو حطيت 0 هنا يطلع بنيجاتيف، خلاص يبقى كلها نيجاتيف. حط اي رقم بينهم، حط 2 مثلا هنا، 2 باور 2 ماينس 16 هيطلع نيجاتيف برضه. يبقى هنا هو عايز الاكبر من الزيرو، وانت في حاجه عندك اكبر من الزيرو هنا؟ لا، يبقى فاي، انت معاك اللي اقل من الزيرو، يبقى اكبر من 0 عندك هتبقى فاي. نمبر 18 هنا طبعا
يعني انا بفضل دايما لما يبقى عندك بارابولا زي ده كده اكس سكوير ماينس اكس ماينس 3، هو عايز السوليوشن سيت لو جريتر ذان اور ايكوال 0، طلع لي نمبر لين بره، ادي نيجاتيف 1 وادي 3 اللي هو الانترسكشن عندك هنا، ده اباف يبقى يمينك وشمالك بوزيتيف اهو، ده بيلو يبقى الحته دي نيجاتيف بس خلاص، انا عايز الاكبر من الزيرو ده وده والزيرو كمان معاك، يبقى تقول لي ار اكسبت نيجاتيف 1 و3، بس ار اكسبت ايه زي ما قلنا؟ ار اكسبت الاوبن، او تقول لي طبعا انا عايز الزيرو معايا يبقى هنعمل دول كلوزد هنا، يبقى تقول لي من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 كلوزد يونيون من 3 كلوزد الانفينيتي كلوزد، اسف انفينيتي اوبن اللي هي نمبر دي، يبقى من نيجاتيف انفينيتي اوبن لنيجاتيف 1 كلوزد يونيون 3 كلوزد الانفينيتي اوبن. نمبر 20 بيقول لك برضو النمبر اوف انتجرز belongs to the solution set هنا للإيكواليتي دي كام؟ في كام انتجر بينهم؟ طبعا انت لما تيجي تحل دي تبقى 2x بلس 1 ب 0 مره، يعني 2x بنيجاتيف 1 يعني الاكس بهاف او بنيجاتيف 1 اوفر 2، وطبعا x ماينس 2 ب 0 يعني الاكس ب 2، يبقى انت عندك من نيجاتيف هاف ل 2 لايك لايك ان لايك، طبعا 2x في x يبقى 2x سكوير بوزيتيف، يبقى هنا في بوزيتيف وهنا كمان زيها ودي عكسها، انا عايز اللي اقل من الزيرو يبقى المنطقه دي، يبقى انت عندك السولوشن ست يبقى من نيجاتيف هاف ل 2 عشان ده اللي اقل من الزيرو، في كام انتجر بينهم بقى؟ هتلاقي الزيرو بينهم وتلاقي ال 1 بينهم، دول كام رقم؟ 2، يبقى انا هختار 2، يبقى نمبر سي هي اللي صح، يا رب تكون وضحت بكده يا جماعه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الفضل والمنه، خلصنا مع بعض منهج الالجبرا. منهج الالجبرا كله على بعضه 7 حلقات 6 دروس، اهمهم اول حلقه احنا درسناها مع بعض السنه دي، يا رب تكونوا فهمتوا منهج الالجبرا كويس جدا، عايزك بقى تذاكر كويس علشان ان شاء الله نبدا نحل امتحانات على اللي احنا درسناه طول الفتره اللي فاتت. تمنياتي القلبيه لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.